اهلا بيكم يا اصحابي في رحله من رحلاتنا السعيده وحكايه من حكايات ماما سماح. حكايتنا النهارده هنروح فيها المكان كلنا بنحبه، وهنشوف كمان لعبه كتير مننا بيحب يلعبها، وهلاقيها كتير موجوده في كل الحدائق اللي احنا بنروحها. قصتنا النهارده اسمها كنت شجره. في حاجات كتير قوي بنعملها من الخشب اللي هو بناخده من الشجر. زي ايه مثلا؟ زي ايه؟ زي البيت والسرير والدولاب. احنا هنبدا حكايتنا ونتعرف فيها على بنتين اصحاب، نوره وريم. نوره وريم اصحاب وعلى طول سوا. في يوم العيد نوره وريم راحوا الجنينه عشان يتفسحوا ويلعبوا ويقضوا وقت جميل في العيد. هما الاثنين كمان بيحبوا يلعبوا بلعبة كلنا أو كتير مننا بيحب يلعبها، موجودة في كتير من الجناين. هي إيه بقى اللي بنركبها في الجناين مقصوصين قوي إحنا راكبينها كده وتطلع بينا لفوق؟ المرجحة. هم متعودين دايماً يروحوا الناس ويروحوا الجناين يقعدوا على المرجحة سوا، والمرجحة تطلع بيهم لفوق لفوق لفوق، يضحكوا ويمسكوا كويس قوي في الحديد بتاعها ويمسكوا كمان في ايدين بعض. في يوم العيد زي ما قلنا نورة وريم راحوا الجنينة. نورة قعدت على المرجحة وجات ريم تطلع جنبها، قالت لها لا ما تقعديش جنبي يا ريم. ليه يا نورة؟ قالت لها عشان انا لابسه فستان جديد وانتي لابسه فستان العيد اللي فات، مش لابسه فستان جديد زيي، لو قعدتي جنبي فستاني هيبوظ. معقول؟ يعني لا. يعني اولا هو احنا لازم كل عيد نلبس فستان جديد؟ لا عادي عادي، يعني ممكن نلبس نلبس فستان العيد اللي فات، او ممكن مثلا نعمل حاجه جميله قوي الفستان، نحط له ورده، نحط له فيونكه، نحط له حاجه جميله صغيره تخلي شكله جديد وكده نتعلم هوايه حلوه. لكن للاسف نوره كانت مصره انها تقعد لوحدها على المرجيحه وتنزل ريم من المرجيحه وتقول لها ما تركبيش جنبي، تصرف مش حلو ابدا ابدا ابدا. ممكن نعمل كده مع اصحابنا؟ لا طبعا لا. لكن لان ريم بتحب نوره ما زعلتش، قالت لها حاضر انا هنزل واركبي لوحدك على المرجيحه يا نوره. نوره قالت لها زقي بقى المرجيحه. ريم تزق المرجيحه، المرجيحه ما بتتحركش. ريم تزق المرجيحه، المرجيحه مش عايزه تتحرك. نوره قالت لها ايه ده، زقي قوي، زقي بكل قوة. تاني وتالت المرجيحة واقفة ثابتة. نورة نزلت وقالت إيه ده؟ المرجيحة دي مالها عاملة كده؟ دي زي ما تكون شجرة واقفة في الأرض مش عايزة تتحرك. وفجأة يا أصحابي حصلت حاجة غريبة جداً. المرجيحة قالت أيوة أنا فعلاً كنت شجرة. كنت شجرة؟ قالت أيوة، ودلوقتي حالاً هحكي لكم حكايتي. أنا كنت شجرة كبيرة جميلة، فروعها وأغصانها كتيرة، بتضلل على الناس في الصيف، يقفوا تحتها الكبار عشان تحميهم من الشمس ويلعبوا حواليها كل الأطفال. وكنت مبسوطة قوي إن كل الناس بتحبني، ولما المطر كان ينزل كان يخلي أوراقي لونها أخضر جميل. بس في آخر الشارع كان واقف عمود نور عجوز وحش، المطرة تنزل أنا بقى أحلى وهو يبقى مصدي وشكله يخوف. إحنا ممكن نقرب من عمود النور؟ لا. عمود النور الولاد مش بتحبه، كل الأطفال بتبعد عنه، لكن أنا الشجرة كلهم بيحبوني. كل يوم كنت أقول لعمود النور امشي من هنا، امشي من الشارع. يقولها ليه؟ تقول له شكلك وحش. يقولها بس أنا بنور، أنا بنور الشارع، بخلي الناس كلها بالليل تمشي في أمان. إحنا ممكن نحب الضلمة؟ لا. حد فينا يحب يقعد في الضلمه؟ لا لازم نقعد في النور. بالليل لما الدنيا بتضلم بنعمل ايه؟ بنفتح على النور. لو لقينا شارع ضلمه نبقى ماشيين فيه واحنا مبسوطين؟ لا عايزين نولع كشاف. لكن الشجره مفيش فايده، الشجره شايفه ان هي لازم تبقى لوحدها في الشارع، وان عمود النور مخلي الشارع شكله وحش. كل يوم تقول لعمود النور امشي من هنا، وعمود النور يقول لها انا بنور الشارع. كل يوم نفس الحكايه ونفس الكلام، لحد ما في يوم من الأيام عاصفة شديدة جداً قامت في الشتاء وكسرت الإزاز اللي حوالين اللمبة اللي في عمود النور. لما الإزاز اتكسر العمود حصل له إيه بقى؟ باظ. نور؟ لا باظ. الشارع بقى ضلمة 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 خالص. كل الناس طلعت من البلكونات والشبابيك قالت إيه ده؟ إيه اللي حصل؟ الشارع ماله بقى ضلمة كده؟ يا خبر، طب ده إحنا خايفين ننزل.
والولاد الصغيرين اللي كانوا راجعين بقوا خايفين يمشوا في الشارع لأن الشارع بقى ضلمة قوي قوي قوي. هل الشجرة هنا بقى هتنفعهم؟ لا. هل الشجرة هتديهم الأمان؟ لا. هتنور لهم الطريق؟ لا. طبعا لا. ساعة واتنين وعربية دخلت بسرعة الشارع لأن الشارع ضلمة. خبطت في إيه بقى العربية؟ في الشجرة. خبطت في الشجرة. يا خبر، أي 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 أي، ده الأغصان كلها عمالة تتكسر وأنا موجوعة قوي. الشجرة بقت عمالة تقول أي أي، الأغصان بتاعتها عمالة تقع وتتكسر وهي اتشرخت. كل ده بسبب إيه؟ العربية اللي وقفت والنور المطفي. ياه، يعني قد كده النور كان مهم وأنا مش عارفة. مر يوم واتنين وجات عربية كبيرة قوي فيها عمال كتير. عملوا إيه؟ قطعوا الشجرة وحطوها في العربية، وبعد كده راحوا عند عمود النور عملوا فيه إيه؟ صلحوه. شالوه هو كمان عشان يتصلح وحطوه في العربية. يعني دلوقتي الشجرة وعمود النور بقوا فين؟ في العربية عشان يتصلحوا. هما الاتنين بقوا في مكان واحد. طيب بقى دلوقتي تفتكروا عمود النور هيقول إيه للشجرة بعد ما اتكسرت وبقت جنبه في العربية؟ هيقولها إيه؟ انتي تساعدي لحد يمشي يعني في الشارع وكده، ما يخافش. يعني العمود النور هيبقى مبسوط ولا يبقى زعلان؟ مبسوط. مبسوط ليه بقى؟ عشان الشجرة حصل لها ايه؟ عشان الشجرة كويسة ولا عشان الشجرة اتكسرت؟ اتكسرت. هيعملها وحش ولا كويس؟ لا هيعملها حلو. مين بيقول بقى كويس ومين بيقول وحش؟ أنا بقول كويس. ناس كتير هتقول مفروض عمود النور يعامل الشجرة وحش لأن هي طول الوقت كانت بتقول له امشي من هنا ده شكلك وحش، لكن عمود النور لأنه طيب ولأنه دايماً متعود أنه هو ينور الطريق للناس ودايماً يدي، قال للشجرة ما تخافيش، إحنا سوا كنا في الشارع وكمان إحنا هنا سوا. الشجرة استغربت قوي، أنت بتقولي كده؟ قال لها آه أنا بقولك كده، صحيح أنت طول الوقت كنت عايزاني أمشي ومش بتحبيني، بس أنا طول الوقت كنت شايف إن أنا لازم أفضل في الشارع، أنت مهمة وأنا كمان مهم، مش معنى إن حد شايف نفسه جميل إن كل اللي حواليه يبقوا وحشين، مش معنى إن حد شايف إن هو مهم إنه كل اللي حواليه مش مهمين، مش كده ولا إيه؟ لازم يبقوا كلهم مهمين. يعني إحنا لازم زي ما بنحب الخير لنفسنا نحبه كمان للناس اللي حوالينا. الشجرة شكلها حلو فعلاً وكل الأولاد بيلعبوا حواليها، بس ده ما يقللش إن عمود النور برضو مهم، وإن الشكل مش هو كل حاجة. عمود النور شكله مش حلو لكن فايدته كبيرة ولا لأ؟ فايدته كبيرة عشان بينور، لازم يبقى شكله حلو. الشارع طب لو كان شكله حلو وما بيديناش أي فايدة ده يبقى كويس؟ لأ. عمود النور والشجرة فدوا في العربية والعربية مشيت مشوار طويل 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 لحد ما وقفت قدام مكان كبير قوي. فتحوا الأبواب، كانت ورشة كبيرة بتعمل حاجات كتيرة. العمال نزلوا الشجرة من العربية ونزلوا معاها إيه؟ عمود النور. الشجرة قالت له أنا خايفة قوي، إحنا فين؟ أنا مش عارفة إحنا فين؟ إيه الناس دي؟ وإيه الآلات اللي معاهم دي؟ هيعملوا فينا إيه؟ قال لها ما تخافيش أنا معاكي، ما تخافيش. بدأوا العمال يقطعوا الشجرة لقطع من الخشب، وعمود النور دخلوه أفران. الأفران دي بتعمل إيه؟ بتخلي الحديد ده يسيح ونقدر نعمل منه أشكال كتير. نقدر نعمل منه حاجات للأبواب، أوكر للأبواب، نقدر نعمل منه ترابيزات، نقدر نعمل منه حديد للبلكونات، نقدر نستفيد بيه. يوم والتاني والعمال عمالين يشتغلوا، الشجرة خايفة تبص لعمود النور بعد ما تقطعت تقول له أنا خلاص ما بقيتش الشجرة، أنا بقيت قطع من الخشب، خلاص ما عدتش الشجرة. عمود النور من بعيد يبتسم ويشاور لها ويقول لها ما تخافيش، قطعة الخشب اللي كانت في الأصل إيه؟ شجرة. حطوا جنبها عمودين من الحديد اللي هما كانوا في الأول إيه؟ عمود النور، وبقت المرجيحة اللي كلنا بنحبها ونلعب عليها. هنا قالت ياه، معقولة لولا عمود النور أنا كنت بقيت قطعة خشب ملهاش أي لازمة ولا ليها أي فايدة. دلوقتي بفضل عمود النور بقت حاجة جميلة، لعبة حلوة كل الأولاد بيحبوها وبتتبسط بيهم. يعني لولا عمود النور هو اللي خلاني أتولد من جديد ويبقى لي شكل تاني. بعد ما كنت شجرة ثابتة في الأرض دلوقتي بتحرك وبطلع لفوق وبنزل لتحت. مش بس كده، ده كمان كل الأولاد بيحبوني
وزي ما كانوا بيلعبوا حواليا وأنا شجرة، بقوا بيركبوا كمان على الخشب بتاعي ويمسكوا في عمود النور ويلعبوا وهم مبسوطين وفرحانين. قد إيه الشجرة كانت فعلاً حاسة إنها غلطت في عمود النور، وإنه فعلاً طول الوقت كان لطيف معاها، وعمره ما فكر إنه يضايقها، وعمره ما فكر إنه هو كمان يسخر منها. نورة بقى وريم لما سمعوا قصة الشجرة دي بقى يعملوا إيه؟ لازم يصلحوا بعض وهي تصلحها، عشان يعني زعقت لها، عشان زعقت لها يعني. فعلا نورة وريم أول ما سمعوا قصة الشجرة اللي بقت دلوقتي مرجيحة، نورة حست إنها غلطت، نزلت من المرجيحة وقالت لها يا ريم أنا بعتذر لك، أنا فعلا كنت غلطانة، تعالي اركبي معايا، اركبي جنبي، وإحنا الاتنين هنركب على المرجيحة زي زمان، ومش مهم فستانك جديد أو فستانك قديم، المهم حاجة واحدة بس، إن إحنا بنحب بعض وبنخاف على بعض وهنفضل طول الوقت مع بعض. الشجرة علمتنا حاجة مهمة جداً جداً جداً، إن إحنا لازم نبقى حلوين مع أصحابنا مع جيراننا، وعمرنا ما نفكر إن أي حد أحسن من حد بشكله أو بلبسه أو إن هو شكله أجمل يبقى هو الأحسن. ياه قصة جميلة قوي قالتها لنا النهاردة الشجرة، وعلمتنا حاجة مهمة جداً جداً كمان، علمتنا حاجة مهمة كمان هي التسامح، إن إحنا ممكن حد يضايقنا بس إحنا برضو لما نلاقيه في موقف ضعف، يعني لما نلاقيه مثلاً تعبان زي الشجرة، متعور زي الشجرة، في اللحظة دي ما نقولش خلاص هو كان بيزعلنا إحنا كمان دلوقتي بقى نزعله، لأ بالعكس، إحنا نبقى حنينين معاه، نبقى دايماً عايزين نساعد اللي حوالينا حتى لو هم في لحظة كانوا بيضايقونا، لكن لما نحس إن هم محتاجين مساعدة نساعدهم. دي كانت قصتنا النهاردة، كنت شجرة. إيه رأيكم في القصة؟ حلوة حلوة جدا. إيه اللي عجبنا في القصة؟ وكمان علمتنا كل حاجة نتشاركها مع التاني، مش ناخدها لوحدينا. التسامح وإن نفضل صحاب مع بعض ومحدش يتخانق كده. جميل جداً، أنا مبسوطة من أصحابي ومبسوطة منكم أنتوا كمان، لأن أنا يعني عارفة إن أكيد القصة دي عجبتكم وعلمتكم حاجة مهمة جداً جداً، إزاي نتعامل مع أصحابنا، إزاي دايماً نخاف عليهم، وإزاي دايماً ما نحبش إن إحنا نضايق أصحابنا لو إحنا عندنا حاجة مش عندهم، عمرنا ما نقول لهم أنا عندي أنت ما عندكش، أنا لابسة فستان جديد أنت مش لابسة فستان جديد، كل الحاجات دي ممكن تخلينا نزعل من أصحابنا، وكلها حاجات الصداقة أهم منها بكتير يا أصدقائي. أتمنى قصتنا النهاردة كنت شجرة تكون عجبتكم، وأشوفكم في قصة جديدة وحكاية جديدة من حكايات ماما سماحة.